السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستكمل النهاردة إن شاء الله الفيديو الأخير في الدورة الخاصة بجريمة التزوير. إحنا كنا تناولنا الركن المادي بكل عناصره، وفي الفيديو السابق لده مباشرة تناولنا العنصر الرابع من الركن المادي اللي هو خاص بالضرر الحال أو المحتمل في المستقبل، وتحدثنا عن العنصر الرابع في الركن المادي وهو الضرر، مكون من 7 نقاط وذكرناهم حصرا. يبقى احنا في الفيديوهات السابقة تناولنا الركن المادي من حيث تغيير الحقيقة، وأن يكون تغيير الحقيقة في محرر، وأن يكون بإحدى الطرق التي نص عليها القانون، وأن يحدث ضررا حالا أو ضررا مستقبلا. وتحدثنا في دافع على مدار الفيديوهات الخاصة بدورة التزوير كاملة، وتحدثنا في الفيديو السابق على هذا الفيديو الحالي على العنصر الرابع من الركن المادي وهو الضرر، وذكرنا انه يتكون من 7 نقاط وذكرناهم في الفيديو السابق. الفيديو الحالي ده هنذكر فيه الركن الثاني في جريمة التزوير وهو الركن المعنوي. والركن المعنوي جريمة التزوير، سواء التزوير في أوراق رسمية أو تزوير في أوراق عرفية، هي جريمة عمدية تتكون من العلم والإرادة. يعني العلم هو علم الجاني بأنه يقوم بتغيير الحقيقة في محرر، سواء محرر رسمي أو عرفي. والإرادة هو انصراف إرادته إلى تغيير الحقيقة. يعني لابد إن هو يبقى على علم بأنه اللي بيعمله ده هو اللي بيعمله هو تغيير في الحقيقة وفي محرر رسمي أو محرر عرفي. ده العلم. والإرادة أن يكون يقصد من وراء هذا الفعل أن يحدث تغييرا في المحرر الرسمي أو العرفي. طيب، هل في جريمة التزوير في أوراق رسمية قصد خاص؟ الإجابة نعم، هي جريمة عمدية وبتتكون من العلم والإرادة، ولكن القصد الخاص في جريمة التزوير وهو المستقر عليه في الفقه والقضاء هو نية استعمال المحرر فيما زور من أجله، سواء من قبل المزور نفسه وبالتالي تبقى جريمة تزوير، أو من قبل طرف آخر وهو يبقى كده إحنا أمام جريمة استعمال محرر مزور. يعني إيه الكلام ده نوضحه؟ يعني اللي بيزور محرر مش بيزور محرر علشان في الآخر يصوره ويحطه على الحيطة، يعني هو مش صورة هيحتفظ بيها أو هيزوره للذكرى أنه يحطه في أرشيف ذكرياته. إنما اللي بيزور محرر سواء كان محرر رسمي أو محرر عرفي، هو بيزوره على أساس هذا المحرر الرسمي أو العرفي يتم استخدامه. طب يتم استخدامه بمعرفة مين؟ إما بمعرفة المزور نفسه، وبالتالي يبقى هنا إحنا أمام جريمة تزوير في أوراق رسمية أو عرفية واستعمال محرر مزور، أو يكون بيزوره لصالح شخص آخر. يعني زي مثلا واحد بيزور جواز السفر لواحد لشخص آخر، لأنه الشخص الآخر ده لو استخدم جوازه الحقيقي، جواز السفر الحقيقي، هيتمسك في المطار أو هيمنع من السفر. فواحد بيزور له جواز سفر ليه؟ لأنه هو بالوثيقة دي هيستخدمها ويسافر بيها. يبقى القصد الخاص في جريمة التزوير أنه هو المزور هيستخدم المحرر الرسمي أو العرفي في ارتكاب جريمة التزوير، أو شخص آخر هيستخدمه. إنما لو واحد بيزور محرر رسمي أو عرفي علشان فقط يعني يحتفظ به أو ما إلى ذلك، يبقى إحنا كده القصد الخاص غير متوافق. يبقى إحنا كده غطينا الركن المادي بعناصره الأربعة والركن المعنوي في جريمة التزوير، سواء العلم أو الإرادة أو القصد الخاص. هتبقى عندنا اللي هي الدفوع. الحقيقة الدفوع اللي هي إيه؟
يعني مفيش دفوع في جريمة التزوير في أوراق رسمية أو عرفية إلا الدفوع الخاصة بصحة إسناد جريمة التزوير للمتهم. يعني إيه صحة إسناده؟ يعني هنقول هل هو اللي قام بالتزوير أو حد غيره يبقى إحنا بنتكلم في دفوع تخص صحة إسناده، أو دفوع تخص ارتكاب جريمة التزوير بالركن المادي أو المعنوي. يعني نوعين من الدفوع، إما دفوع تخص صحة الإسناد، أو دفوع تخص توافر الركن المادي أو توافر الركن المعنوي. وإحنا ذكرنا بالتفصيل الركن المادي وذكرنا بالتفصيل الركن المعنوي، فيبقى جريمة التزوير الدفوع الخاصة بيها حاجتين، لأن دي مش من الجرائم اللي ممكن ندفع فيها مثلا ببطلان القبض والتفتيش لا لا، جريمة التزوير جريمة ذات طبيعة خاصة، وبالتالي الدفوع في جريمة التزوير إما تتعلق بصحة الإسناد، يعني هل المتهم المقدم للمحاكمة فعلا هو من قام بجريمة التزوير بركنيها المادي أو المعنوي صحة الإسناد، أو بنتكلم في انتفاء الركن المادي سواء كاملا أو جزء من أجزائه الأربعة. إحنا قلنا في الفيديوهات السابقة إن الركن المادي مكون من 4 أجزاء، أو توافر الركن المعنوي سواء العلم أو الإرادة أو القصد الخاص اللي هو نية استعمال المحرر المزور. وطبعا اللي يعني شاهد الفيديوهات السابقة لدورة التزوير هيعرف الركن المادي ومكوناته والركن المعنوي ومكوناته، ويستطيع بسهولة أن يستخرج الدفوع التي تخص توافر الركن المادي أو توافر الركن المعنوي لجريمة التزوير سواء في أوراق رسمية أو أوراق عرفية. وبكده يبقى إحنا بالفيديو ده انتهينا تماما من جريمة التزوير سواء في أوراق رسمية أو أوراق عرفية. أي استفسار لدى حضراتكم طبعا بتظهر لكم أرقام الموبايل بتاعتي والواتس والفايبر والصفحة بتاعتي على الفيسبوك، وهي صفحة القانون والناس. وإن شاء الله بإذن الله ألقاكم في فيديوهات قادمة جديدة تخص إحدى الجرائم الأخرى، وهنعمل لها دورة تدريبية. إحنا كده عملنا دورة تدريبية كاملة للسرقة ودورة تدريبية كاملة للتزوير. إن شاء الله في الفيديوهات القادمة هنستكمل الدورة التدريبية الخاصة بالسببية الجنائية، وبعد كده هنتطرق إلى أمور أخرى في القانون الجنائي في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. وإن شاء الله ألقاكم في الفيديوهات القادمة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.